مرحبا بكم معاها كيما بتلعسي ما يسعد صباحكم بالخير والبركة. كيما كنتو تشوفوا الطريقة اللي حضرت بها هاد المشوشة مع صباح ربي وعسلناها، نقولكم هذه يعني مشوشة تقدروا تحضروها القهوة تاعكم بنينة بالبزاف بطريقة غير خفيفة. وشوفوا الله يبارك، كيما تعرفوا البيض حاجة فيتاميني تقدروا تناولوا به القهوة مع صباح ربي. هذه هي طريقة غير خفيفة اللي حضرت المشوشة تاعها اليوم، وانا هنا ما بقى لي غير نقول لكم نهاركم مبروك وفي امان الله.